نعم، نذهب مباشرة في الهلال، عقودات اللاعبين اللي انتهى تسجيلهم. ومع هذا نرفق يعني الخبر اللي يفاجئ الجميع، انه نادي قطري يخطف بوي من الهلال. طيب بالنسبة لعقودات اللاعبين، ممكن دي هي أثارت جدل كبير جدا، إنه معظم عقودات اللاعبين بتنتهي في فترة 10، واللي كان سابقا بيعتبر شهر 10 ده هو فترة تسجيلات. لكن اضطرار الاتحاد لأنه يغير في مواعيد فترات الانتقالات الصيفية والشتوية، أصبح الآن بالنسبة للأندية هي مجبرة على إنه اللاعبين اللي عقوداتهم بتنتهي في شهر 10 هي بتكون بتدفع لهم مرتبات حتى شهر 1. الاتحاد أصدر تعميم، أنا مستغرب صراحة إنه بعض الأندية ما زالت بتشتكي في هذه النقطة. الاتحاد أصدر تعميم بإنه أي لاعب عقده بينتهي شهر 10 يحق له اللعب مع ناديه لحد شهر 1، والنادي يعوض ماديا. يعوض ماديا نعم، لكن في النهاية هو لاعب أصبح في لفريقه. بعد كده لما تجي فترة التسجيلات شهر 1، اللاعب اما انه يستمر او يتم تجديد عقده، واما ان يتم الاستغناء عنه. المساله بقت واضحه جدا، لكن انا ما اعرف ليه بعض الانديه ما زالت تصر على انه تخلق مشكله من لا شيء. الاتحاد التعميم كان واضح بالنسبه للاتحاد انه اي لاعب عقده بينتهي شهر 10 يحق له الاستمرار مع ناديه لحد شهر 1 اللي هي فتره الانتقالات. بعد كده النادي هو حر انه يجدد له ويستغنى عنه، دي حاجه ثانيه. لكن في النهاية هو أصبح لاعب ويحق له المشاركة بشكل طبيعي، وأي شكوى في هذا الصدد أعتقد أنها هي إهدار للمال وإهدار للوقت، لكن لا أعتقد أنه هناك شكوى يمكن أن تنجح في الفوز بهذه في هذه الطريقة. بالنسبة لبوي، وأعتقد أنه طبعا ده خبر فيه جانبين. الجانب الأول يمكن هو تمهيد للاستغناء عن بوي من قبل الإدارة، لكن هي لا ترغب بأنه تستغني عنه بشكل واضح، وإنما تبرر بأنه هو سينتقل الى نادي اخر، نظرا لانه بوي صراحه عمره قرابه 3 او 34 سنه، فاعتقد لاعب في مثل هذا العمر ويذهب وينتقل الى الدوري القطري يعني صراحه صعب جدا. ممكن ينتقل الى انديه درجه اولى، درجه ثانيه في قطر، لكن في الدوري القطري الاول او الممتاز اعتقد، او دوري نجوم قطر، صعب جدا صراحه في مثل هذا العمر لاعب يجد فرصه للمشاركه او الانتقال الى الدوري القطري، خصوصا انه بيعج عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين قادمين من أوروبا، وآخرهم ياسين إبراهيمي لاعب بورتو انتقل إلى الريان القطري.